السلام عليكم ورحمة الله. موجز اخبار يوم قناة المرابطون، اهلا بكم. اعلن حزب الحضارة والتنمية انضمامه لاتحاد احزاب قوى الاقلبية الديمقراطية. وقال رئيس الحزب محمد فاضل والشيخ محمد فاضل ان الاتحاد يمثل عمقا حقيقيا لموالاة اجتمعت على برنامج وتصور موحد. وأضاف للشيخ محمد أن اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية تقاسم مع حزب الحضارة والتنمية برنامجا موحدا تم وضعه خلال الأيام الماضية. مددت الحكومة المالية حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام إضافي بدءا من منتصف ليل 31 أكتوبر الجاري. وكانت مالي قد أعلنت فرض حالة الطوارئ على عموم تراب البلاد في العام 2015 إثر الهجوم على فندق راد سيامبلو والذي خلف مقتل أزيد من 20 شخصا، وتم تمديده شهر أبريل الماضي لستة أشهر قبل أن يمدد الآن لمدة عام. أكدت وزارة الدفاع النيجيرية أن 13 دركيا نيجيريا لقوا مصرعهم وجرح 5 آخرون فجر اليوم السبت خلال هجوم مسلح على بلدة يورو الواقعة شمال العاصمة نيامي بالقرب من الحدود مع جمهورية مالي. ويأتي هذا الهجوم بعد أزيد من أسبوعين على الهجوم على دورية في المنطقة، وهو ما خلف مقتل 4 جنود نيجيريين و4 أمريكيين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز وبرامج ونشرات القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثالثة. موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.